جايباكي بقى عايزين نشتري شوية حاجات. انا عارفة ان انتي راقية وذوقك يجنن. يا حياتي يا والله روحي، العظيم انا بجد. تحت امرك يا رندا، انت صاحبتي اهو. دي جاية غلط باين. تعالي بس اما افهمك. مش انتي عايزة تشتري حاجات للبيت؟ ايوه هشتري حاجات. تعالي يا مروة يا بقى. بنتي انتي جاية غلط. لا تعالي بس يا بنتي، داخله غلط، انت مش فاهمه. يا بنتي عيب شكلنا قدام الناس. خشي شكلنا يا بنتي، خشي بس يا حبيبتي. ده محل للكلاب والقطط. ايوه ما انا جايه اشتري حاجات للكلاب والقطط. ايه عندنا كلاب وقطط في الشارع قد كده؟ شارع؟ ايوه تعالي يا مروه بقى، تعالي صعبانين يعني عليا. مش عندك في البيت؟ حرام عليكي. تعالي تعالي بصي بقى، تنقيلي احلى شامبو هنا للقطط اللي في الشارع. ايوه يا مروه بحبهم. هتحمل القطط والكلاب اللي في الشارع؟ بحبهم والله قوي. انت كيوت قوي يا رندا. لونهم عارفه، انا عندي واحده لونها كده. انا عايز احمي ولادي يا رندا. طب ايه المشكله؟ حميهم. احميهم بده عادي؟ لا لا لا، بص هنا في دراي شامبو بريحه الفانيلا خلاص، وفي شامبو تاني دراي شامبو باودر برضو، بس ده بقى بريحه الكانتالوب. حلوين قوي. القطط اللي في الشارع؟ بسم الله ما شاء الله، انت هتاخدي ثواب فظيع. وايبس، عايزين نشتري وايبس. ثلاثة وايبس. يا مرو يا مرو يا مرو، حرام عليك. انا لسه عمالة اقول يا مرو يا مرو، فضحتينا في المحل. انا اسفة، هتاخدي وايبس. قال لي الحاجة هنا، هما في الآخر هيجيبوها لنا. يلا تعالي 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 تعالي. يب معلش، أنا مش متعودة على الحاجات دي، أنا متعودة على معلش. أنا أسفة. اتفضل اتفضل. شفنا؟ لا لا، محدش شايفك. يلا انا مش انت ما دخلتش محل قطط. ايه ده؟ بيبيعوا قصريه ليه للكلاب؟ لا لا، دي بيتحط فيها حاجات، يعني هبقول لك عليها بعدين. حاجات ايه؟ بيتحط فيها حاجات للكلاب. يعني دي مش قصريه؟ لا. خدي شكلها حلو، عاجبني ده. بقى انا اوريكي سكشن هنا هيعجبك قوي قوي. يا مروه ايه؟ ما اعرفش، كنت هتخبط. انا مش تعالي تعالي يا حبيبتي. بصي بقى، دي الالعاب بتاعتهم. يا سلام. عشان لما يزهقوا الكلاب بتلعب. مش بيزهقوا يا ماما. الله، ده انا عمري ما لعبت. ده انا ما جبتش لاولادي الحاجات دي. الله. طب ينفع اجيبها للولاد عندي؟ الالعاب دي، ده ايه الجمال ده؟ انا ما عملتش، انا ما جبتش لاولادي الحاجات دي اصلا. يا تحفه قوي دي، انا عايزاها وعايزاهم ليا انا. انا هجيب كلب علشان الحاجات دي. الله، هما بيعملوا حط سمك للكلاب؟ لا يا بنتي، حط سمك ايه، يجي عندهم كل حاجه. شكلها حلو قوي. المحل ده كبير قوي. الله، عندهم ثلاجه ايس كريم. ده اكل الكلاب برضو. انا عمريت حياتي اجيب اصلا فريزر احط فيه فرختين. والله العظيم يا نهار ابيض. انت بتحببي ايه؟ جعانه جعانه، مش بقى عماله تخففيني بقى لي كتير بقى التب. انت حلو، بيبيعوا حاجه بني ادمين تسالي. يا بنتي ده لب عصافير، لب عصافير، لب حيوانات وطيور. مش ده اللب اللي احنا مشتريه من المقله؟ لا بس ده حاجه تانية للعصافير. انا كنت لسه داخله على التسالي والمكسرات. تعالي تعالي خبطي هنا ثلاث خبطات.